انطلاقا من الحرص على تطوير قطاع السياحة محليا وعربيا، أطلقت الدولة المصرية أول منصة مصرية عربية دولية متكاملة للحجوزات السياحية الفندقية والترفيهية والخدمية، وذلك برعاية وزارة السياحة وجامعة الدول العربية. من المنتظر بدء المشروع في نوفمبر 2024، ويهدف إلى تنفيذ مفهوم تكنولوجيا السياحة الجديدة واستهداف السياح من مختلف الفئات المتوسطة والمرتفعة، بهدف تطوير قطاع السياحة في مصر والوطن العربي. وبرعاية وزارة السياحة وجامعة الدول العربية، تم الإعلان عن أول منصة مصرية عربية دولية متكاملة للحجوزات السياحية الفندقية والترفيهية والخدمية. احنا النهاردة يعني عملنا شركة مساهمة مصرية برأس مال ضخم جدا للاستثمار في التكنولوجيا دي. جبنا أعلى تكنولوجيا في العالم. احنا مش هننافس حد، احنا بنعمل منتج سياحي واستثمار تكنولوجيا في السياحة جديدة. يعني الأوان أن احنا إن شاء الله ندعم القطاع السياحي الفترة المقبلة لتكون إن شاء الله على منصة العالمية بإذن الله. طبعا احنا يعني في الجوار كتير جدا، يعني في منافسين، ولكن ان شاء الله مصر تكون سباقة باذن الله بكل خير ان شاء الله. مما لا شك فيه ان مؤخرا في الكام سنة اللي فاتوا العالم كله ابتدى يتجه الى اونلاين، يحجز بالموبايل، يحجز اللوكندا بتاعته، فابتدى الاعتماد يبقى كبير قوي عليها. انا شايف ان طبعا انت عندك مجتمع شقق كتير مقفولة في كومباوندز في الساحل الشمالي، في الغردقة، في شرم الشيخ. حالا وزارة السياحة بتقنن ان هي اعادة تأجير للسائحين، فالناس دي هتعرف منين الكومباوند ده الا عن طريق منصة الكترونية. ينطلق المشروع في نوفمبر من عام 2024، ويهدف الى تنفيذ مفهوم تكنولوجيا السياحة الجديدة واستهداف السياح من مختلف الفئات المتوسطة والمرتفعة، بالاضافة لتسهيل عملية الحجز وتقييم وتيسير الخدمات السياحية رقميا قبل الزيارة مباشرة. هي لغة العصر اللي بقت تحقق ارقام كبيرة جدا عن طريق السياحة الالكترونية في كل مجال السياحة، سواء للحجز الفنادق، سواء حجز الطيران، حتى التعامل مع المناطق الأثرية والسياحية أصبح فيه أبليكيشنز لتوجيه الزائرين والتعامل معهم. احنا التطور ده هينقل مصر إلى الهدف اللي فخامة الرئيس السيسي عايز يحققه، 30 مليون سائح في نو تايم. ليه؟ لأن في النهاية احنا بنحافظ على الدولار المصري ما يطلعش للشركات العالمية، وفي نفس الوقت بنجيب السائح العالمي للقيمة المضافة في السوق المصري. هناك الكثير من منصات الحجز الإلكترونية السياحية، ولكن هناك ما يميز هذه المنصة ويجعلها فريدة، إنها بأيادي مصرية ومن أجل المصريين وغير المصريين. ولا يقتصر الأمر على مجرد حجز الفندق، ولكن يتخطى ذلك بالتواصل المباشر مع المسؤولين عن الخدمة وتصفح الخدمة المطبخ والثقافية كجولة افتراضية على دراجة هوائية، وهو ما لا توفره المنصات العالمية. تعتبر السياحة ركن أساسي من أركان الدخل القومي المصري، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.